أنا لا بي كان بيك ولا جدي كان بيك ولا ابني حيكون بيك. هو ليس ابن بيك، هو ابن بيت متواضع، لا بل فقير، إلى درجة اضطرته في عمر صغير لمساعدة والده عبد الكريم في بيع الخضر والفاكهة. يحن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى مسقط رأسه البازوري، لكن الظروف الأمنية تحول دون خروجه من المكان الأكثر سرية في لبنان، أي منزله. في ذاك البيت المجهول العنوان يمضي نصر الله الجزء الأكبر من وقته في القراءة، وتحديدا الكتب الدينية والفلسفية، كما يتابع باهتمام عال الإعلام من صحف وتلفزيونات، ويخصص فسحة كبيرة للصلاة. ملامح التدين بدت عليه منذ الصغر، إذ يروي والده أنه طفلا كان يلف نفسه بعباءة ويصنع لرأسه عمامة ويخطب أمام شقيقه وشقيقته مقلدا الأئمة. القسم الأول من مراهقته أمضاه نصر الله في منطقة الكارنتينا، أو ما كان يعرف بحي شرشبوك، البقعة الأفقر في لبنان. فقد نزحت العائلة من الجنوب بسبب الظروف المعيشية وضيق الحال، وفي مدرسة سن الفيل الرسمية أتم دراسته المتوسطة. كان مولعا بالعلم، ولم يمنعه ذلك من ممارسة هوايته المفضلة كرة القدم. اندلاع الحرب الأهلية أجبر العائلة على العودة إلى البازوري، حيث التحق نصر الله بصفوف حركة أمل، ومع بلوغه 16 سافر إلى النجف في العراق ليبدأ دراسته الدينية ويتعرف إلى السيد عباس الموسوي الذي أصبح أستاذه وملهمه. أنهى تخصصه بسرعة وكان يرفض إضاعة الوقت، إلى درجة أنه حين زاره جده في العراق طبخ له البازلاء والأرز من دون لحم، لأن الحصول عليه كان يتطلب الوقوف ساعتين أمام الملحمة، وهو كان يفضل أن يدرس في هذا الوقت. في أواخر السبعينات عاد نصر الله إلى لبنان بعد تضييق من سلطات الأمن العراقية، فتابع حياته معلما وطالبا في حوزة بعلبك، إلى جانب العمل في صفوف حركة أمل. في العام 82 ومع الاجتياح الإسرائيلي حصل انشقاق في صفوف الحركة، وهنا كان الظهور الأول لحزب الله اللبناني. صحيح أن نصر الله كان أحد المؤسسين، لكن الألقاب الحزبية لم تستهوه، فتوجه إلى قم الإيرانية لمتابعة دراسته. وثلاثون عاما كان عمر نصر الله حين انتخب أمينا عاما لحزب الله على إثر اغتيال عباس الموسوي، لكن صغر سنه لم يحل دون توليه زمام الأمور بنجاح والكشف عن شخصية آسرة وكاريزما فريدة، شخصية اختبرت في العام 97 المعاناة الكبرى حين استشهد هادي الابن البكر بنيران جيش العدو. حينها قال نصر الله: إذا كنت على المستوى الشخصي أعاني كثيرا، فأنا رجل فخور على المستوى الوطني. ذهب هادي وبقي جواد، زينب، علي ومهدي، أولاد حسن نصر الله وزوجته فاطمة ياسين. السيد نصر الله يشكل لغزا بالنسبة إلى الإسرائيليين، هو الذي أشرف على هزيمتهم مرتين في العامين 2000 و2006، على الرغم من أن الأيام التموزية 33 كانت أياما عصيبة بالنسبة إليه، لكنه كان يزور في ليالي الحرب بيروت ليلا للاطمئنان إلى أحوالها، وفي ليال أخرى كان يكتب الرسائل إلى المقاومين. على الرغم من كونه الشخصية الأكثر شعبية في العالم العربي والأبرع في الخطابة، يتمتع السيد نصر الله بحس الفكاهة، فحتى في الخطابات الأكثر نارية يمرر النكات. إذا قالوا لاقيني هنجب البلان تبع أبو طنجرة، حد الشاشة تبع أبو دجاجة، شو بدي أعرف اللي سوالي؟ زاحب علي شوي، زاحب علي شوي. يقول أحد عارفيه إنه يحب البقلاوة والمكسرات، هو الذي غالبا ما يمضي ساعات الليل حتى الفجر في العمل، يحب الفواكه كذلك، وكان الرئيس رفيق الحريري قبل لقاءاتهما السرية يتصل به ويسأله: هل يوجد مانجا في السوق؟ وهي العبارة السرية التي كان يستخدمها ليخبره أنه يريد زيارته من دون أن يفهم المتنصتون قصده، فكان نصر الله يحضر له المانجا ويقشرها له بيديه ويأكلان معاً.